صفة الوضوء. إن زلامس يتر. ينوي بقلبي. دحر دك ثاني نية تتو. يسمي يقول بسم الله. بسم الله قلتو مات ثاني. ثم يستحب له أن يغسل الكفين. يغ غول عدو سنة دوش شيء كيستيلر. يأخذ ماء بيده اليمنى. يدعب أتو أقول كيوج ثاني خي حقيتي. يدخل الماء في فيه. يا شيء بقخ دغتو. ويسحب الماء بمنخره. يغ شيء شن شيء مر ثاني خي تشوسو. يدير الماء في فيه. شيء بقش وحخي ميت تغدو عقي. ثم يمج الماء. يخي واحد عقي يخشي مرت أم بتو. مع الاستنثار. خي مرت أم بتو. تشر خي أرد وقتو. ثم يغسل الوجه. يخا شيء يحيل تو. من منبت الشعر المعتاد الأسفل الذقن ومن هنا إلى شحمة الأذن شحمة الأذن. مش دعيولش ميت تيرج إنك تقاش شلتة يخ تحلق تيرة ووق لك تقاش شلتة إذا يحلور شو إشادة قلت لك مصوخي قوتش تو. ثم يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين. يخا شيء بألكش دون صحة قول تقاش شلتة كيك دول تو. حتى يستوعب المرفقين. يقول تشلات يزعون اليد اليمنى ثم اليد اليسرى يخا وي ما الله رأيتو اور حلق وقتو يغا ايرو اور كدلتو ثم بعد هذا يمسح الرأس ولا يغسل يخا كيك شي تادين دول بلش ثاني كوارت بيلا تبيلش كيك حقتو يبدأ بمقدمة الرأس حجد عدولش كوارت عبولش مهتيرة إلى قفاه يوخ تيار زطيلة كيولش مش شق يولش مهتي قرشلت حقتو ثم يعود مرة أخرى يوخ يغني حقتو يدخل سباحتي يوخ شي بألغة وكذلتنا شي بألغة في صماخي أذني شلتون تاني شلق دولتو ويمسح بالإبهام ظاهرهما يوخ نان بألغة تاني اشتيع لركشان تيع حقتو ثم يغسل الرجل اليمنى تولت أحا أهتو قاك بيغو الله إذ مع الكعبين تيوقي شيكلت كيوقي يوغ شعونتك اليمنى ثم اليسرى يوغ تولت أحا أهتو قاك بيغن جولت أحا أرو أر قاك بيغو الله إذ لا يسرف في استخدام الماء يوغا إسراف تدو تدوق إران خي تدويتوا ثم بعدما ينتهي يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام يوغ شعلا مسئة نوال جولت أحا بيغمار يغردي أن دول دعا ديوشتوا والله أعلم.